انت عارف النادي الاهلي مكان النادي الاهلي فهو ده اللي احنا متعودين على النادي الاهلي، وهو جاي الحمد لله يعني عنده المبادئ ديت، بيقدر يعمل حاله كويسه من الجهاز، بيدي كل واحد صلاحيات، بيدي كل واحد يقدر يقول رايه في توقيت مناسب، ويقدر ياخد بكل الاراء، فدي حاله طبعا الحمد لله نتمنى ان شاء الله.